السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان في احدى جلسات مقهى اللسانيات اللغويات. يجمعنا معنا اليوم في جلستنا لهذه الليلة استاذ سامي الحربي. راح يكون حديثنا ان شاء الله ممتع كثير، وهو مشكلة تسمية او تصنيف اللهجات وال انتروسبكشن. فحياك الله دكتور سامي. حياك الله يا هلا. أول حاجة شكرا من القلب يا صديقي على قبولك للدعوة أنك تكون أحد ضيوف مقهى اللسانيات. شكرا لك على استضافتي. طال عمرك. هذا طال عمرك الموضوع جدا شيق وتكلمنا فيه كثير، لكن لم نتطرق له يعني كجلسة خاصة. فحقيقة هذه الجلسة الخاصة اللي هي مخصصة لمثل هذه المواضيع. فحياك الله دكتور سامي. الله يبقيك يا هلا فيك. دكتور سامي، العرض واضح الآن، التسجيل بدأ، كل شيء واضح، الصوت واضح، تقدر تبدأ. بس كبداية ودنا بس تعرفنا أو تعرف الأخوان من هو سامي الحربي، على أساس يكون عندهم معلومة عنك وعن اهتمامك البحثي. فتفضل سامي، نسمعك. معكم سامي الحربي من جامعة المجمع، وخريج جامعة مانشستر، وشغلي تقريبا كله سينتاكس، وعندي اهتمام بسيط ضئيل في فلسفة اللغة، وتقريبا هذا هو البايو البسيط عني يعني. وأول شيء البرزنتيشن راح يكون مبدئيا بحاول أسس بعض الأسومشنز اللي بتكون جدا أسينشال لبعض الأشياء اللي بنقترحها، ثم بنحاول نقترح حلول لبعض المشاكل على الأقل virtually تقدر تحل المشاكل هذه. راح نتكلم عن مشكلة الانتروسبكشن وأنها موجودة باللينغوستكس أكيد، فكيف نقدر نستفيد منها بدون without undermining the scientific status of linguistics. So it remains science after all. لكن قبل ما أبدأ بقول ملاحظة، تقريبا هذه كل الأشخاص اللي أنا واجهتهم وعطيتهم المعلومة هذه قالوا أنه أول مرة يسمعون عنها، فإن شاء الله يعني من هالمنصة المباركة إن في ناس واجد يسمعون عنها ويستفيدون. في حاجات تكون كل صيف في حول العالم تقريبا، لكن غالبا تخصصنا أكثرها تكون في بريطانيا وأمريكا، اللي هي summer schools. هذه تكون بالصيف وتقريبا دورات من 3 أيام إلى شهر، وفي بعضها مجاني وفي بعضها مدفوع، وفي بعضها تسجل وتصير مسجل خلاص، وفي بعضها تقدم وتنقبل. والشيء الكويس فيها أنها تكون يعني لكل المستويات، فيه للأندرغراد طلاب بكالوريوس، فيه طلاب ماجستير، فيه للدكتوراه، وفيه للناس اللي معهم دكتوراه أصلا. فأعتقد الشيء هذا بيكون جدا مفيد. يعني أنا مسجل 5 الصيف هذا، وعندنا يمكن بكرة كورس وركشوب على كوربس لينغويستكس، والأسبوع الجاي راح نشتغل على الآر. فإذا الجميع بيستغل وقت الصيف، أظن هذه أفضل طريقة تستغلون فيها. والسنة هذه كلها صارت أونلاين، أعتقد السنة الجاية بتكون نصها أونلاين إذا مو كلها بعد. فأتمنى المعلومة دي تقدر تفيد أي أحد يسمعها. طيب كبداية، مشكلة نحسس وشو اللينغويستكس، وليش مهم أنك تصنف، وليش مهم أنك تعرف الأشياء اللي تتفيد بالدراسة، تتفيد على المدى الطويل طبعاً. linguistics أو science هو دراسة الأشياء الطبيعية أو دراسة العالم الطبيعي والاجتماعي، واللينغويستكس تقدر تكون تحت definition هذا بأنها تدرس natural language. تقريبا هذا هو الكريتيريا اللي يمكن يأهل linguistics أنها تكون science. وتقدر تشوف كيف أن natural world يحتوي على بشر، البشر عندهم لغة، واللغة هذه طبيعية عند كل الناس. يعني ما ندري إذا هو قبل خلنا نقول 3000 سنة أو 4000 سنة وش كانت طبيعة اللغة، لكن على الأقل عندنا documents إلى 3000 سنة، ونعرف أن الناس كانوا يتكلمون دائما اللغة موجودة. فاللغة الموجودة الطبيعية اللي كانوا يتكلمونها الجميع بدون دراسة وبدون أي شيء، هي اللي يمكن تعكس كثير يعني عن
طبيعة البشر وعن العقل البشري اللي هو أكبر معضلة في الوجود. طبعاً في ناس تحتج منه، لا مو بشرط أنها تعطي دليل على أو تعطي أي معلومة عن العقل البشري، لكن في أدلة تدعم الأسامشن هذا. وحنا بنشوف يعني زي أي ساينس نمشي بالافتراضات ونتبع الساينتيفيك ميثود ونشوف بالأخير وش يطلع معنا. فناتشرال لانجويج يعني تعريفها بسيط، أعتقد أي لينغوست ممكن يعرفها، اللي هو إنه اللغة الطبيعية اللي عند الأطفال اللي عمرك سنتين أو أربع سنوات كنت تعلمت تتكلمها، وهي اللي سواء أنت احتجت أو رغبت بأنك تتعلمها أو ما رغبت أنك تتعلمها هي لغتك. فأحتاج بس إنه التصنيف هذا يكون مهم عشان يوم بعد شوي بنطلع ونتعامل مع الـ varieties of Arabic، اللغات العربية اللي في ناس في authors كثير يسموها language family. نحتاج إن السكوب حقنا يكون معين على لغات معينة. فأيه بالأخير يعني يمكن نحتاج نأسس بعد إنه اللغة الطبيعية. طبعاً أنا ما راح أتكلم aesthetics لأنه aesthetics irrelevant to the academic discussion which we're having right now. But أعتقد زي ما أنا قاعد أأسس من قبل شوي إنها هي اللي تحتاج الattention، وزي ما قلت لكم الcognition والhuman nature تقدر تشوفها باللغة. يعني حنا نشوف تغيرات اللغة على مر التاريخ، اللغة بشكل ما طبعاً مو الكلام هذا مو generalization نهائياً، لأن في لغات تتعقد على الوقت بدل ما تتبسط، لكن الأغلبية تشوف التبسيط خاصة بالفنولوجي، كيف إن الأصوات اللي تكون مثلاً consonant cluster يتقلص إلى consonant cluster أصغر أو يلغى cluster نهائياً. طبعاً الأسباب phonological ما راح أدخل فيها، لكن تشوف كيف العالم تبسط. وحنا بطبيعتنا يعني لو أنت داوم يومياً بالأخير خلال خلنا نقول 3 شهور لازم تكون أخذت الطريق الأقصر للدوام. يعني أنت يمكن أول مرة داوم تأخذ طريق طويل ثم تكتشف طرق ثانية، لكن بالأخير بتروح للطريق الأقصر والأسهل. تقدر تشوف البارلل هنا بين اللغة وبين الهيومن بيهيفير أو الهيومن نيتشر بشكل عام، لكن ما راح أدخل فيها. أنا بس أحاول أأسس للناتشرال لانجويجز. طيب مشكلة العربية إنها مختلفة وما هي مختلفة. في authors زي ما قلت لكم إنه يسمونها family language، وتقدر تقول إن لا ما هي family language لأن كل اللي يتكلمون عربية يقدرون يفهمون بعض. لكن دقيقة، do they؟ يعني خلنا نأخذها شوية، خلنا نأخذها يعني experiment ونحاول control all the variables ونقول إنه خلنا نستقصي التعليم من الموضوع والميديا. طيب إذا بنستقصي التعليم والميديا من الموضوع، من نروح له لجداننا القديمين. خلنا نقول أنت وصديقك السوداني مثلا تتكلمون وتفهمون بعض أكيد صح؟ طيب خل جد صديقك السوداني يكلم جدك أنت اللي ما خلنا نقول إنه ما يعرف يقرأ ويكتب، وغالبا بيكون في مشاكل كبيرة هذا إذا فهموا بعض إطلاقا. طبعا هذا مجرد proposal experiment علشان لو كانوا ما يفهمون بعض غالبا هذا يعني إنه Arabic بدأت تصير language family. والمشكلة على المشكلة اللي أنا قاعد أحاول أجذب الانتباه لها من أول إنه natural languages أو natural Arabic بشكل عام مو معطى الاهتمام اللي هي تستحق بناء على linguistic significance اللي variation حقها يعطي. فشوف variation all across the board، تقدر تشوف variation بالphonetics إلى pragmatics، وكل variety تتشابه مع variety لكن تختلف جانب ثاني. فأعتقد هذا common sense لبعض اللينغويست العرب، بس إنه أنا حبيت إني أسس لها لأنه بعد شوي بنجي للتاكسونومي أو classification، فنحتاج إننا ما نعطي impressionistic labeling لأنه يعني نحتاج إن يعني أنا بدراساتي
طحت بناس يدرسون نفس الفينومينون ونفس اللغة وبنفس المكان لكن يعطونها أسماء مختلفة، وتقريبا أي واحد سوى بحث أعتقد واجه نفس المشكلة. ف having the future research in mind إنه بعدنا بيكون في ناس يدرسون نفس المشكلة وبيبنون على شغلنا. فإذا كنا بنسمين حنا نسمين اللهجة هذه اسم غير الاسم اللي هم يشتغلون فيه، فغالبا ما راح يكون relevant يعني على الأقل من برا. وأيضا نحتاج إننا نوحد تسمية علشان يكون عندنا more consistent literature، عشان تقدر تكون الliterature موحدة وواضحة. فيوم تكتب مثلا حجازي Arabic على طول يطلع لك كل الدراسات اللي بالحجازي، ما تروح تلقى واحد سماها مثلا مكاوي Arabic أو مثلا واحد سماها Arabic spoken in ينبع مثلا. فهذه مشاكل موجودة بالليترشر، احنا نحاول نقلصها وانا بحاول نقترح حل للشيء هذا. وايضا نقطة اخيرا، انك انت يوم تبحث يعني هذه معناها ممكن واضحة، انت يوم تبحث غالبا بيصير صعب عليك تخمن وش الاوثرز او اللينغوست الثاني سموا نفس الفرايتي اللي انت تشتغل عليها. طيب لو بنقترح لازم نحاول نفهم انه الابروتش حق التاكسونومي او الكلاسيفيكيشن او التسميه للهجات لازم ما يكون جيوغرافيكال ولا تراديشنال ولا امبريشنستك، لازم يكون لينغويستك، لان اللي بيجون يشتغلون بعدنا غالبا بيكونوا يشتغلون على نفس المشكله، ما راح يمكن ما يشاركونا نفس التسميه الجيوغرافية، لأنه أبجي المشكلة الجيوغرافية بعد شوي لأنه مو واضحة. قد يبدو من بعيد أن الحجازي طيب واضح أنها لغة عربية وأنها حجازي عربي وأي واحد بيدرسها، لا، لأنه في ناس ممكن تسميها مكاوي وممكن صح عليهم أنهم ما سموها حجازي. وهذا تقريبا بقول ليش الشيء هذا، لأنه مبدئيا الاسم لازم يكون identifiable، لازم يكون تقدر يعني ما تسميه مثلا اسم مجموعة من الناس، ما راح يكون مألوف للجميع. طبعا الجميع أنا أقصد الكوميونيتي، على الأقل الكوميونيتي العربي. يعني لو مثلا عائلة صغيرة تتكون من مثلا 100 شخص، ما تقدر تسمي الفرايتي باسمه لو هم اللي يتكلمون هالحالهم، لأن كذا بتصير مشكلة، من بيعرف هذولي أصلا؟ غير ما نتكلم عن اللينغويستيك ميريتس، الحين نتكلم بس على الليبلينج. الحاجة الثانية يحتاج ان الاسم، طبعا هذه بس انه بغيت اعطيها عشان يكون الليستة هذه تكون كومبريهنسيف، لازم يكون it must represent the speech community. وايضا اللينغويستيك كونسترينتس هذه فصلها الحين عشانها ما هي واضحة من الجملة هذه. غالبا الموضوع هو انك بالتسمية حقتك تسمي اسم بحيث انه يطلع كل المتحدثين العرب من الاسم اذا كانوا ما عندهم نفس الفينومينون. واذا كان عندهم نفس الفينومينون تحتاج انك الاسم حقك تضيقه اكثر عشان يستثني الناس اللي ما يشاركون نفس الكونسترينت. لأن أنا كنت واجهت مشكلة، كنت أشتغل على نجدي Arabic، كنت أشتغل على الverb doubling اللي هو للرياض أنا رايح لقيت بعض الناس على حواف نجد، يعني على أطراف نجد يتكلمون ويقولون إن أنا للرياض بروح إنها grammatical، وهذا مرة ungrammatical يعني باللهجة النجدية. فكنت أحتاج أني الاناليسيس أني أضيقها أكثر، الناس يشاركون نفس الكونسترينتس علشان تكون الديتا سيت مور كونسيستنت. وتحتاج أيضا أنك قد ما تشمل ناس مدام أنهم ما راح يخلون بالشروط اللي فوق. هذا تقريبا الابروتش اللي ممكن يكون افكتيف جدا جدا جدا. وغالبا ممكن يكون السؤال انه الحين
اذا كان مو واضح تقدر تشبهها بالديستنكتيف فيتشرز بيرسوناليتي. تقدر تشوف كيف الديستنكتيف فيتشرز تستخدمهم علشان مثلا فيتشر او فيتشرين يميز جروب اوف ساوندز عن البقيه، علشان تقدر تفصل وتبرر هم ليش يتصرفون نفس الشيء فونولوجيكلي. تقدر بنفس الطريقه او بنفس التشبيه انك تعامل التاكسونومي او الليبل اللي انت بتعطيه لازم يكون ديستينكتيف على الاقل ما دام تسمع المعطيات، لانه احيانا تتعارض. يعني اذا في لهجه، اذا في فينومينا موجوده بالرياض وبالقصيم مثلا وانا ودي اقول انها بنجد لكن بحايل مو موجوده، لا هنا لازم ما اقول حايل لانه كذا بكون انا اعطيت معلومه غير صحيحه. فاحيانا المعطيات ما تكون واضحه مره، فتحتاج انك تشتغل على الديتا او البارتيسيبنت انك تشتغل معهم. اذا هم قصيم خلها قصيمي، اذا كانت من الرياض خلها الرياض، لانك ما في كلمه او اسم يقدر يضم الرياض والقصيم. هذه مشكله يعني احيانا بالجيوغرافيكال ليبلينج انه مو دائم واضح الموضوع. يعني مثلا زي ما اقول لك الفينومينون هي اللي المفروض تكون الدرايفنج. خذ الافريكيشن مثلا، يعني بعددنا الفينولوجيست. الافريكيشن موجود بالقصيم مثلا، الكال التاء والكا يعني الفونز، والزاء القاء للزاء والقاء. في كونسترينت يقول مثلا انه كذبه تذبه اوكي، لكن كوره وتوره غلط، ما في مو موجود الشيء ذا. فغالبا تشوف مثلا الافريكيشن هذا موجود برا قصيم، يعني في من بدو نجد يستخدمون الافريكيشن وتقريبا نفس الطريقه، لكن برضو زي ما قلت لكم قبل شيء صعب انك تضمهم، ما تقدر تحطهم باسم واحد. لكن ما دام الكونسترينت موجوده بيكون تقدر تسمينها قصيمي عربي سو فار. لكن زوم ان شوي بتشوف انه فيه يعني مايكرو دايلكتال ديفرنسز. يعني انا من القصيم اصلا، لكن فيه فونولوجيكال رولز ما هو الجميع يتبعها، مثل الافريكيشن حق القاء، مثل بريد اوكي، لكن نسبة من المتحدثين ما يقبلون دقيقة الدقيقة، مع انه انا قالوا لي متحدثين كثير انهم ما عندهم مشكلة معها وعادية ودائما يسمعونها، لكن العكس تماما مع الباقيين. فهنا تحتاج انك شلون تستخدم اسم يكون يميز الناس اللي عندهم الفنان هذه او عندهم الرول هذه وتعتبر جراماتيكال. فمثلا تقول حضري، تقدر تعرب كلمة حضري او ترجمها للانجليزي بحيث انك تجمع كلمتين عشان تسميها عربي، اللي هم قصيمي حضري او حاجة زي كذا عربيك. تقريبا هذا مجرد بروبوزل، انا ما استخدمت الاسم هذا، لكن هذا اسم يقدر على الاقل على حسب خبرتي انه يطلع الناس اللي ما عندهم القاعده هذه برا التسميه. فيقدر انه يكون الاسم حقك كونسايس وبنفس الوقت بريسايس. ف هذه المشكله اللي قبل شوي قلتها تقريبا من سبكت سلايد، اللي هو تقدر ضم الرياض والقصيم بنجد، لكن اذا بتستثني حايل هنا مشكله، لانه حايل بنجد تكنيكلي. فدائم بالتسميه اظن انه المفروض انك over exclude but don't over include، لانه ما راح يضر انك تقول ان في ناس ما عندهم الفينومينا هذا وهي عندهم، لانك انت ما كنت تقدر تضمهم بالتسميه. لكن مشكله لو بتضم سبيكرز ما عندهم الفينومينا هذه وتقول ان الاسم حقك تقول ان الفينومينا هذه موجوده، فاعتقد هذا يمكن يكون الكونسترينت اللي يمكن يضبط الابروتش هذا، من انه
يواجه مشاكل على الأقل as possible. نقطة ثانية إنه على حسب شغلك مو بالضرورة إن التسمية تكون واحدة. مثلاً لو أنا بشتغل phonologically، يعني أنا ما راح أشتغل phonetically لأنه ماني مرة fan من phonetics، but if I were to work on phonology I can't. وشون غير ممكن إنك تقول قسيم عربي، لأنه حنا نعرف إنه داخل القسيم مثلاً في مدن، والمدن هذه مع أنها قريبة من بعض يمكن ساعة بين كل واحدة واحدة، إلا أنهم يتحدثون phonologically different dialects. ففي phenomenon لو تقدر تضمهم تقدر تضمهم، ما راح يكون في إشكال لأن كلهم متفقين عليها أكيد. لكن في بعض phenomenon مثل الأفريكيشن مثلاً، وفي phenomenon ثانيات ما راح أفصل أكثر ما يشاركونها، فتحتاج إنك تقول مثلاً حقين بريد الحال حقين الرس الحال بالتسمية، لأنه ما يقدر تقول قصيمي، وفي ناس بالقصيم ما يتكلمون ما يستخدمون نفس ما هي عندهم نفس الفينومينون، فهذه بعد حاجة مهمة. لكن لو تشتغل على السينتاكس تقدر تقول نجدي عربي تقريباً ما في تقريباً على حسب اللي أنا واجهته الاختلافات بالسينتاكس أو لا المورفولوجي لا، لكن السينتاكس جدا جدا يعني insignificant على الأقل حسب اللي أنا شفته إلى الآن. فسهل مرة أنك تقول نجدي عربك بالسينتاكس، بالفنولوجي ما تقدر تقول نجدي عربك، لأنه كبداية أنه حقين الرياض ما يتكلمون زي حقين القصيم، حقين القصيم أصلا داخل مختلفين، ف بيكون في تسميات مختلفة الـ different fields على حسب الاهتمام حقهم على حسب المشاكل اللي يواجهونها. فأي تقريبا هذا اللي أنا قلته قبل شوي، في ناس على أطراف نجد عندهم الجرامر مختلف عن الجرامر اللي أنا واجهته، فتحتاج إنك تكون حذر بالتسمية. Any questions؟ الله يعطيك العافية دكتور سامي. سامي خلص ولا باقي؟ لا باقي، بس باقي شوي يعني شو اسمك أتوقع إنه خلي الأسئلة في النهاية، بس هي ليت عشان السلة هذا خلي الأسئلة. تمام ما في أي مشكلة إن شاء الله. طيب تقريبا الشيء الأساسي اللي في أي introduction لأي science لازم تمر عليها اللي هي scientific method، اللي ضروري مرة إنك تمر على المراحل هذه خلال دراستك، أو على الأقل تكون من مرحلة إلى مرحلة. تقريبا الناس اللي يقولون دائم سورو ساينس اعتراضهم ان المجالات هذه ما تطبق الساينتفك ميثود، يعني تقدر تقول ان الكرايتيريا حقهم مبنية على الساينتفك ميثود. فحنا مشكلتنا الحين مع الانتروسبكشن هنا بالديتا، وين الديتا بالهيبوثيسز انها مرتبطه بالتستينج والانالايزيشن، اذا كانت الداتا كلها مصدر واحد. مبدئيا اي ساينس لازم يكون فيه يعني اوبجكتيف اوبزرفيشن، امبيريكال ايفيدنس، اكسبيرمنت، اندكشن، ريبيتيشن، كريتيكال اناليسيس، فيريفيكيشن اند تستينج. هذه تقريبا ضروريه بكل ساينس، وعشان كذا انت تحتاج you have to bear it in mind in the discussion to come. Introspection ببساطة هو يوم تكون أنت تدرس لهجتك اللي هو أنت native speaker باللهجة هذه، وتعطي أنت data، فتعطي data وتقول إن الداتا هذه منك أنت، يعني ما هو الموضوع مو fabrication، لكن تستشهد بشكلك أنت كنيتيف سبيكر، فما تروح ما توثق بياناتك بناء على مصادر خارجيه او مصادر محايده. يعني انت هنا ما تكون الاوبزرفر، هنا تكون انت السورس والابزرفر. المشكله هنا انه
تقريبا من دراسات واجد نعرف ان الانسان غالبا يميل انه يكون بايس، وهذه يمكن من اكبر مشاكل حيث الانتروسبكشن، وهذه اكبر اعتراضات ضد الانتروسبكشن عاده. فتقدر تشوف انه convenient وانه يستخدم، يعني الانتروسبكشن سهل وموجود يستخدم. انت ما انت قاعد تسوي حاجه ما حد سواها او ان العالم كلها تنكرها، انت قاعد تسوي حاجه كل الناس تسويها، مو كل الناس سوري، في ناس تسويها. وتقريبا المشكله هنا انك انت تحاول تثبت شيء انت اللي تقوله، او تحاول تثبت هايبوثيسس انت اللي تفكرها. فغالبا المشكله صارت واضحه اعتقد، صح؟ المشكله هي المشاكل اللي بتكون من الانتروسبكشن، واللي يعني تاملي pointed out انها not empirical, inaccurate, وممكن تكون biased، وانها مو ممكن تتكرر, unrepeatable, unfallible. انه unfaultable هذه مشكله، لانه تقريبا اي hypothesis, اي scientific hypothesis لازم تكون faultable، لازم تكون ممكن تثبت انها غلط. بالانتروسبكشن ما تقدر تثبت عكس الشيء اللي انت تشوفه، لانه بالاخير انت مصدر معلومات، فمو ممكن لاي باحثين اخرين انهم يثبتون ان الانتروسبكشن حقك او البيانات اللي انت زودتها انها غلط، حتى لو كانت مبنيه على empirical data. علشان كذا انتروسبكشن problematic. لكن يعني تقدر تشوف كيف انه انتروسبكشن يهدد الساينتفك ستاتس اوف لينغويستكس، انه ممكن تماما انه ما تطبق الساينتفك ميثود اذا انت بالاخير ما تختبر الهايبوثيسس حقتك، بالعكس تعطي بيانات تعتقد انها تدعم. لكن عشان كذا دائما البيبرز اللي فيها انتروسبكشن ما تكون مره يعني سايتد أو أساسية بشكل ما أو بآخر. Does this then do away introspection؟ لا، الموضوع ما هو take it or leave it. تقدر يعني introspection يقدر يكون وفر علينا عقود من الدراسات، ممكن جدا أن يعني يكون أرشدك للأسئلة الصح. يعني التيبل هذه فيها كيف انه وش الانتروسبكشن المفروض يسوي، طبعا المفروض، وش المفروض ما يسوي. انه الانتروسبكشن المفروض يساعدك بانك تبني اسئله في دراستك، لكن مو يجاوب عليها. المفروض انه يرشدك في تصميم تجربتك، لكن ما يكون data source، ما يكون مصدر بيانات. انه مفروض انه يساعدك انك help you engage with the participants and ask better questions. انه يوم تكون عندك تجربة او تكون عندك interview يكون اسهل عليك كnative speaker انك تعرف تساعد ال participants اذا كانوا مو فاهمين الاسئلة او شيء زي كذا. لكن بيكون صعب لو كنت مو native speaker، مثلا لو انت في استراليا تدرس لغة ما حد يتكلمها غالباً بيكون أصعب عليك بكثير. فالمفروض أنها ما تخليك تؤمن أو تعتقد أن الانتويشن حقتك هي الصح، لأنه دائماً بالnative speakers ما يكون في consensus غالباً، يعني حسب خبرتي وحسب الدراسات اللي أنا أقراها ما يكون في consensus، دائماً يكون في deviation، دائماً يكون في شذوذ. فما ندري لو كنت أنت الشذوذ بالديتا سيت، لو انت كنت في ديتا سيت الاحد، فغالبا صعب. عشان كذا خطر مره انك تعتمد على، يعني هذا تقريبا بالمجالات الانسانيه كلها، انك تعتمد على شخص واحد كمصدر بيانات. عاد كيف لو الشخص هذا هو اللي سوى الهايبوثيسيس؟ ممكن يساعدك تختبر المتغيرات او المتغيرات الصحيحه او المناسبه، فما تروح ما تروح تدرس او تحلل في مجال او في زاويه قد تكون irrelevant. يعني بالاخير ممكن انت تدرسها 10 سنوات، 11 سنوات مبالغه غالبا،
ممكن تدرسها خلينا نقول 6 شهور وبالأخير تكتشف إنه ما فيها أي شيء يستاهل الدراسة. وممكن إنه ومو المفروض إنه سوري مو المفروض إنه يخلي الإكسبيرمنت بايست، بمعنى إن الأسئلة تكون واضحة، هذا اللي يكون بالكنترول حق الإكسبيرمنت، لأنه الإكسبيرمنت لو أنت بتكتب الأسئلة غلط على طول بتكون بايست، بتحتاج إنك ترجع تراجعها وتحاول ما في شيء يكون بايس. فالاسئله لو انت تعتقد ان خيار عن خيار هو جراماتيكال والثاني ان جراماتيكال بالسنتاكس مثلا، في احتماليه ان الان جراماتيكال يكون اوفرلي ان جراماتيكال، اف ذات ميك سنس. يعني ممكن كانت تكون ما صغت بشكل يستساغ. فانا كنت بتجاربي مع الناس كنت أعطيهم بالكونتكست وأقول لهم طيب لو أنا قلت كذا كذا كذا، يوم فلان كلمني يوم قال لي كذا أنا قلت كذا، فكان لازم تعطي كونتكست عشان تتأكد أنه الأسئلة ما تكون بايست، لأنه سهل مرة أنك تطلع بالديتا اللي أنت بي إذا كانت الأسئلة أصلاً بايست. فغالباً هذا هو تقديمي لهذا اليوم، وشكراً لكم على حسن الاستماع. نومي يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك، أبدعت يا صديقي. شكرا لك. الموضوع كثير يعني جدا مهم، صح انه هذا الموضوع ما له اجابه، لكن حلو الواحد ياخذ يعني وجهات نظر مختلفه او وجهات نظر من اشخاص مختلفين عندهم وجهه نظر مختلفه تماما. وكويس الواحد لما انه يتعرف على يعني الناس ايش جالسين تقول، كيف نسمي اللهجات، وكيف يعني لما نسأل سؤال يعني للبعض كيف تسمي اللهجات، عادة نقول بأسميها عن طريق أو على حسب المناطقية، لكن لما نسأل نقول أوكي طيب أوكي بناء على إيش اعتمدت على هذا الشيء، أو بناء ما يعني إيش المصادر اللي عندك اللي أنت اعتمدت عليها وقسمت اللهجات على حسب المناطقية، فالبعض يقف صامتا ما يعرف. لذلك هذا النقاش اللي انت تقدمت به سامي جدا شيق، انه الانسان يتعرف على المصادر والابحاث العلميه اللي تكلمت عن هذا الشيء. فالله يعطيك العافيه سامي. يا من العافيه، يعطيك العافيه.